بعد ما شفنا مع بعضينا الموديل الجميل ده، عايزين المره دي نعمل ايه؟ عندنا روت يوصلني للكنترولر، مظبوط؟ الروت ابعت له النتيجه يوصلني للكنترولر. هشتغل بنفس الاسلوب برضو، هو الكوليكشن اسمه كاستمر، فهكتب كاستمر دوت روت دوت جي اس، و عرف كونتكست، اسف كونست اكسبريس، عشان طبعا انا هنا هستخدم الاكسبريس في حكايه الروت عشان هو اللي هيديني المسارات وكده، فانا محتاج الايه الاكسبريس جوه الفايل ده. فهعرف برضو كونتكست الروتر، الروتر ده اللي هيبقى المحرك الرئيسي بتاعي اللي هيبدا يوجهني، هستدعيه من جوه الاكسبريس، اكسبريس دوت روتر ده اللي هيخليني ايه، ده بقى الموجه العام بتاعي في الايه في العناوين بتاعه الصفحات، ماشي. وهعرف بعد كده اول حاجه عندي كاستمر كنترولر، عشان اشاور على الوقت هيجي لي يو ار ال معين عايز اشاور بيه على كنترولر معين هو اللي هياكسسه، فقمت معرف الكاستمر كاستمر كنترولر وهنادي عليه، بس هنادي على المسار بتاعه فاتور ريكواير، وهستدعي الفايل اللي احنا عملناه اللي احنا هنعمله، اسف لان لسه ما عملناش اللي هو الكنترولر بتاع الكاستمر في، فهقوم طالع نقطتين بره عشان اطلع بره الروت، و اخش على كنترولرز، وجوه كنترولرز همشي بنفس الاسلوب التسميه بتاعنا، فهقول له كاستمر دوت كنترولر دوت جي اس، ماشي. فمش هكتب جي اس طبعا، كاستمر دوت ايه دوت كنترولر، تمام. طيب تبقى ليا ايه كده، انا عرفت خلاص الكاستمر كنترولر، وهتعرف بقى عندك كل الكنترولرز بنفس الطريقه، خلاص كل كنترولر عندي بعرفه واديله اسم واشاور على الريكوير المسار بتاعه، بعد كده الروتر بقى هو اللي هيوجهني. فانا هقول له اول روتر عايزين نبنيه، عندنا طبعا الجيت والبوست والبوت والايه والديليت الاساسيين، فهقول له اول واحد جيت عشان يجيب لي بيانات معينه. انا هعمل واحد اسمه تيست كده نجرب بيه الدنيا، فعندي سلاش تيست، يعني هيبقى المفروض ايه، انا جوه روتر اسمه كاستمرز، يبقى المفترض هيبقى العنوان بتاع الموقع طبعا بالبورت سلاش كاستمرز سلاش تيست، خلاص. لما يحصل سلاش تيست هعمل كوما وهنادي على ايه، هقول له هتربط بمين، قلت له روح على الكاستمر كنترولر، جوه الكاستمر كنترولر هتشغل فانكشن اسمها ايه، اسمها تيست. يبقى هيروح هو ربط، عرف يعني ايه كاستمر كنترول مكانه فين، وانه فانكشن اللي هترن، عرف الفانكشن اللي اسمها ايه تيست، هي اللي احنا عايزين نشغلها المره دي لما يبقى سلاش تيست جوه الكاستمرز. وعملت موديول دوت اكسبورتس للروتر ده، ورحت على طول على الكنترولر بتاعي، خلاص خلصنا كده الشغل في الروتر، هروح على الكنترولر اكاريب بقى الايه الكنترولر اللي احنا اتكلمنا عنه، فعرفت كاستمر دوت كنترولر دوت جي اس، هعرف فيه بقى الكاستمر، وده هنادي فيه على الايه على الموديل بتاعي، يعني هطلع بره على الموديل لان انا هستخدم الاستراكشر موجود للسكيما اللي احنا عملناها من شويه. يبقى كده الروتر راح للكنترولر، الكنترولر ماسك معاه الايه الموديل، خلاص. طيب بعد ما مسك معاه الموديل، ادي الموديل بتاعي اهو زي ما احنا شايفين كده، انا هاجي هو قايل له اه خلاص الملف ده بقى موجود عندي، اكن بقيت انا ماسكه خلاص. ف هبدا بعد كده استغل الكنترولر دوت في ان انا هقول له، انا بس استدعيته، فهقول له هقول له اكسبورتس دوت تيست عشان يكسبورت ليه فانكشن اسمها تيست جوه الايه جوه الكنترولر ده. عرفت الفانكشن، الفانكشن بتاخد ريكواير اللي عايز تاخد ريكويست وريسبونس، عشان الريكويست اللي جاي لي وتاخد الريسبونس اللي انا عايز ايه ارد بيه. فانا هقول له ريسبونس دوت سند، يعني ابعت لي كرد، واكتب اي رساله عشان تبقى هي كرد، عشان لما اجي اجرب دوت تيست الريسبونس دوت سند هيبعت لي المسج دي اللي هي تيست كنترولر ورك، يعني التيست بتاع الكنترولر بتاعنا اشتغل ما فيهوش مشكله. لما نشوف الكلام ده هيشتغل ويرن معانا ولا لا، بس في فيديو تاني ان شاء الله.